عندنا زيارة لأكبر حديقة في نيويورك، السنترال بارك. الحين بناخذ الكتريك بايسيكل وندخل فيه إلى السنترال بارك، ناخذ لفة، حديقة جدا كبيرة. الحديقة لو تبغى تلفها بالدراجة بتاخذ منك ساعتين. ويلا بسم الله بنبدأ جولتنا الآن. يلا نطلع الالكتريك بايسيكل الآن مع هذا التركي الجميل، تركيش جميل اسطنبول. ناخذ جولة الآن في ثاني أكبر حديقة في العالم. Welcome to Central Park. From which part of Saudi Arabia you from? جدة. You know جدة؟ أم الرخاء والشدة. جدة. أم الرخاء والشدة. أم الرخاء والشدة. يا سلام. ما شاء الله، شوف الشايب كم عمره هذا. Amusement park. Museum. هنا المتحف. هنا منطقة للتزلج في الشتاء. المنطقة هذه. Plaza Hotel. Plaza Hotel. Yeah, it's the cheapest hotel in New York City. Cheapest? Yes, one night $28,000 on the top floor. هذا طريق خاص بالدراجات. المنظر جميل هنا. يسوون لك مساج ب10 دولار. غدو على السريع. تاترابي قاعدين يشربوا مساكين، والله مره مساكين يا خالد، مو صح؟ جوعانين مره عافية. تعال تعال تعال، خلاص عرفنا انك قوي، تعال يلا. ما شاء الله ما شاء الله. في حديقة حيوانات هنا بس للأسف وصلناها بعد ما قفلت فراحت علينا. يوم ثاني ان شاء الله نجيها. تشرب؟ delicious delicious. ايش يعني delicious؟ يعني لذيذ. لذيذ ولا لذيذ؟ لذيذ. كفو. يدرك الكورة. يا سلام يا سلام مارادونا. ما شاء الله. سلام. Thank you. تشكر.
تشكر. العفو. اوه مطرت 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 بسرعة. اسحب المظلة اسحب المظلة بسرعة بسرعة. غطيني انا معي الكاميرا. والله مطرت والله مطرت. شوف الحمام كيف مرصوص على الاشارة، منظره جميل. خليني معاك يا تركي. هذا فندق ذا بلازا، ذا بلازا نيويورك. سعر الليلة في الفندق هنا 28,000 دولار. ابوي ايش رايك نسكن في الفندق ذا؟ اقول لك كم سعر الليلة فيه؟ 28,000 دولار. ايه. بعد ما بحثت عن هالفندق اكتشفت ان اكثر من 60% من اسهم هالفندق يملكها الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود، واكتشفت برضو ان هالفندق حصل على جائزة افضل فندق في العالم لعام 2011، ويعتبر هالفندق من معالم مدينة نيويورك وعمره اكثر من 100 سنة. ريانتك مين نقابل يزن ومين ريان؟ سويس سويس سكاني. رايحين نقابل اصدقائنا يزن وويس تحت في اللوبي. انزل لوبي. رايحين بالاسانسير. ويس ويزن اصدقاء ريان واصدقائي انا كمان. طيب صح، اول شيء اعطيهم الهديه. فين الهديه اللي مجهزها لهم؟ ايش الهديه ريان؟ وريهم ميداليه اتحاديه. يستاهلوا. وابو عمار. هذه هديه بسيطه والله للامانه. حبيبنا تستاهلكم خير يا حبيبي. تسلم والله. هيا عرفنا ابو عمار، ايش قصه حلال جايز؟ هذول 25 سنه اخ مصري اسمه محمد، اول من اسس هذا الموقف وفتح الفرع الثاني له في الشارع المقابل. يا سلام. كشك صغير بس عليه اقبال كبير، تتوقعوا مطعم كبير. بالاخير ما شاء الله. شوف السر. يلا شوفوا يا شباب، هذا بدأ بكشك صغير كان شغال فيه لحاله، له 25 سنة الآن، صار من أكثر المطاعم المشهورة في نيويورك. بوريكم السر الحين قديش. شوفوا السر قديش. في الأخير كشك. شوفوا الزبائن ما شاء الله جالسين في كل مكان، عرب أمريكان. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين. نبغى نعرف اول شيء قصه المطعم متى بدا؟ قبل كم؟ لا قصه العربيه 1990. 1990 كان شغال فيها شخص واحد؟ كان شغال فيها ثلاثه. ثلاث اشخاص. حق محمد رقم واحد. ومعاه رفقه الثانيين. عم عيسى ديت مش تبعكم. عم عيسى هذا شغال معانا. شغال. لا روح يا عم عيسى انت، ما فيش مشروع على انت. متى شغال معاهم؟ بقالي 10 سنين. 10 سنين. والاقبال كل ماله يزيد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. هذول كلهم زباينكم؟ كلهم كلهم زباين. طيب زباينكم عرب بس؟ في امريكان وفي عرب وفي باكستاني. يا سلام يا سلام. عربيات تبعهم هذه تجهيز بس. ايش رايكم بحلال جايز يا ويس؟ جربت اول شيء؟ والله تبغى الصراحه انا ما جربته. انا جربت امس اليوم من كثر ما عجبني. من كثر ما عجبك امس اليوم؟ طلبوا وبسطوا هنا. ما شاء الله الناس كلهم مبسطين هنا طالبين من حلال جايز. هذه ما شاء الله دبابات سوت عرض اليوم يا ابو عمار. من الساعه 6 العصر. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف الشارع اللي اخر الشارع. كل واحد يختار له دباب من الشباب. يلا ويس اختار اول. اي واحد هذا؟ انا خذ الدباب. اي واحد ريان. يلا هذا عجبك اكثر شيء؟ لا شو يقول لك. اوه والله اختيار يزن ما شاء الله تبارك الله. انا ابغى ذا. انت كل شويه دباب يا ريان؟ ريان اختار النينجا. سريع بس ذا. طيب ابو عمار لك في الدبابات؟ والله اني اخاف منه. بالله ولا عمرك سكته؟ واحدة مرة. يسموه دباب 70. لا 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 لفة خفيفة حوالين المدرسة. هذا خطير، أنا بختار ذا. والله ما شاء الله الخط كله دبابات، هذول أصحاب الدبابات. ما شاء الله حتى الدبابات البوليسية مشاركة في السهرات. والله من جد شوفها. زين أخي البوليس يروح البر ويجي يسبح. أنت في المدرسة؟ والله ما أعرف نسيت ما يعرف مدرسة دي. مجمع أبحر؟ أيوه مجمع أبحر. نسيت اسم مدرستك؟ مجمع أبحر الابتدائية. من طول الإجازة نسيت اسم مدرستك؟ لامبورغيني. فين لامبورغيني؟ هذا لامبورغيني. هذا دباب يا ريان عشان اسمه طويل زي اللامبورغيني. صورنا صورك. العربية للعود فاتح فرع هنا في قلب نيويورك. نشكر ابو عمار على الجولة الجميلة هذه في نيويورك وعلى الايس كريم الجميل هذا، وشكرا لويس ويزن. لا تنسوا كومنت واللايك والاشتراك قناة خالد العيال. سلام.
Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. You are Turkish? Yes. My brother is Turkey. Where? Who is your brother? He's here or no? Yeah. You must make discount because he's Turkey. I already gave you.